مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة أخرى وفي الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو، تلك الذكرى المفصلية في تاريخ جمهورية مصر العربية. الحقيقة شهدت البلاد إنجازات عملاقة في مختلف المجالات، ولكن الإنجازات الداخلية لم تكن لتتحقق إلا بتأمين ورسو العلاقات المصرية الخارجية وتنوعها وارتكازها على ثوابت واضحة بعينها. والحقيقة بتشهد العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014 تطورا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية أيضا، حيث بتتعدد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة بين مصر وأوروبا. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم من جديد. عقد من الزمان عملت خلاله القاهرة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، ذلك بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو من عام 2014، وسياسة خارجية ناجحة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها الندية والاحترام المتبادل والشراكة وقرار وطني مستقل. منذ عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، ذلك من خلال زيارات متبادلة على المستوى الرئاسي أو رؤساء الوزراء أو الوزارية لعدد من دول القارة الأوروبية، والتي شهدت تعزيز آليات التعاون والشراكة متعددة الأطراف بين مصر ودول أوروبا، مثل دعم العلاقات مع دول فيشغارد والتعاون الثلاثي مع قبرص واليونان. كما عززت الحرب الغاشمة على قطاع غزة من أواصر الصلة والتشاور المستمر بين الجانبين حيال تطورات الأوضاع بالقطاع من قبل كبار مسؤولي الاتحاد والمفوضية الأوروبية وقادة البلدان الأوروبية، باعتبار مصر المنفذ الرئيسي لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وتتعهد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة بين مصر وأوروبا، من أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط وشمال الصحراء الأفريقية، كذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الجريمة والإرهاب والإرهاب العابر للحدود. عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات، كان من أبرزها القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة في شهر مارس الماضي، والتي عكست عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة، وعكست أيضاً حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. علاقات قوية أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى القاهرة أو خلال اللقاءات التي يعقدها على هامش الفعاليات الدولية والإقليمية أو خلال الاتصالات الهاتفية أو الزيارات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير من عام 2022 حيث شارك في القمة الأفريقية الأوروبية. وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير من عام 2019، فضلاً عن اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019. خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، والتي تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.